سيجيب على هذا السؤال السيد عز الدين زروق منسق ولائي للاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ. صباح الخير سيدي. صباح النور وأسعد الله صباحكم أنت والمشاهدين لهذه القناة. بارك الله فيكم على الاستضافة. مرحبا بك. إذن هل أصبحت ضرورية الدروس الخصوصية لدرجة أنها أصبحت تنطلق قبل انطلاق الموسم الدراسي؟ بارك الله فيك. في الحقيقة هي ليست ضرورية، ولكن هذه السنوات الأخيرة أصبحت هنالك نوع من الهاجس المجتمعي، أصبح الأولياء ربما يتنافسون ويبحثون عن أحسن النتائج، تخوف من أن تكون نتائج أبنائهم فيما يخص الشهادات الرسمية والامتحانات الرسمية لا تسمح لهم مثلا باختيار أحسن التخصصات وما إلى ذلك، وبالتالي لجأونا إلى هذه الدروس الخصوصية. ومن جانب آخر هنالك تنافس مجتمعي بحيث أنه يكون هنالك نوع من التفاخر بأنه أبنائنا يقومون بدروس خصوصية، وهذه الطريقة ربما راح تأثر على قضية الدروس في المدارس في حد ذاتها. إذن أصبحت موضة سيد عز الدين زروق. نعم أصبحت موضة في مجتمعنا، ولابد للأولياء أن يتفطنوا بأن هذه الموضة لابد أن نتجنبها وأن نعتمد أكثر على ونشجع أكثر الدروس التي تقام في المؤسسات التربوية. لابد أن تكون هنالك ميكانيزمات وآليات من طرف الإدارة والوصاية بحيث أنها تخلي التلاميذ يتحصلون أو يكون تحصيل العلمي تاعهم، تحصيلهم العلمي في المدارس وفي المؤسسات التربوية يكون أكبر، بحيث أنه يكون العزوف عن الدروس الخصوصية. هناك سيد عز الدين، هل هناك ضغط في المناهج العلمية ما يدفع اليوم للبحث عن طريقة لتحسين المستوى العلمي، أم هناك أساتذة غير أكفاء؟ لا نقول أن الأساتذة غير أكفاء، نقول بأن هنالك قضية شحن الدروس، المناهج التربوية معناتها البرامج صحيح أنها كثيفة، هنالك بعض الوسائل والطرق التي تسمح بتحسين أو قدرة الأساتذة والمعلمين على تناول هذه الدروس بطريقة بحيث أنها تسمح لهم بإعطاء كل الكفاءات وكل المعارف لأبنائنا إذا كانت لهم هنالك تكوينات وتدريبات على المشرفين وعلى المفتشين وعلى المدربين أن يقوموا بإعادة التكوين، ودائما أن يكون هنالك تكوين متواصل للأساتذة بحيث أنه تتعدى الطرق تقديم المعلومات بحيث الأبناء معناتها تكون عندهم يكون لهم ذلك التحصيل العلمي الكافي ما يسمح لهم أو ما يجنبهم من اللجوء إلى الدروس الخصوصية. حتى ما يكونش سؤالي لا يفهم غلط، أنا أقصد بالأساتذة الغير الأكفاء، يعني الذين لا يتماشون مع المنظومة التعليمية والتربوية، مع ونحن نشهد كل مرة فيه تحديثات إلى غير ذلك. إذن لدي سؤال آخر، يعني هل يحتاج الطفل في المرحلة الابتدائية فعلا إلى الدروس الخصوصية؟ هنالك ما يسمى بلاميزا نيفو، معناتها هنالك بعض الأطفال أو التلاميذ في التمدرس ربما لم يكن لهم الحظ في أنهم يسجلوا في الدروس أو المدرسة التحضيرية أو الصف التحضيري، وبالتالي هنالك بعض الأطفال يكونوا مثلا في بعض الجمعيات وفي بعض دور الحضانة وما إلى ذلك، يكونوا يتلقوا بعض جزء كبير مما سوف يتناولونهم في المدرسة، وبالتالي نجد أن هنالك فارق كبير في قضية المستوى. إذا بعض الأولياء لتفادي هذا الأمر ماذا يفعلون؟ يلجأون إلى الدروس الخصوصية. وبالنسبة للأساتذة سيكون هنالك عدم التوازن في القسم، وهذا راح يسبب تعب للأستاذ في حد ذاته، ولذلك ننصح أنه يكون هنالك إعادة نظر في قضية المدرسة التحضيرية أن تكون عامة لكل الأطفال بحيث يكون هنالك مستوى موحد على جميع الأصعدة، وتكون هنالك عدالة وأريحية في قضية تناول الدروس من طرف
الأستاذ. جميل جدا، شكرا لك سيد عز الدين زروق منسق ولائي الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ.